لكل المتابعين الأوفياء، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم حتى شي خير. فيديو جديد وأخبار جديدة وتطورات جديدة. انهيار دنيا بطمة في السجن، خليكم معنا الآخر وغتعرفوا كلش. من بعد ما دنيا بطمة تسنات العفو الملكي في العيد الصغير وفي العيد الكبير، للأسف أنه ما استطعش أنها تحقق هذا الحلم ديالها باش انها تخرج من السجن، ولكن بقات كما كنقولوا ضغوطات ومشاحنات، وخصوصا انها عندها مشاكل مع النازلات تما، لان ما كيمكنش ان في ممشيتي كاين الحجر وطوب كما كنقولوا. وبطبيعه الحال ما كاينش غير المزيان اللي في السجن، كاين حتى الخايب، لا من النازلات لا من الناس اللي كيخدموا لا من كل شيء. وهذا الشيء اللي خلى دنيا انها تمرض نفسيا، يعني كما عرفتوا ان دنيا بطمة جاتنا الاخبار انها مريضه نفسانيا ومتاثره بزاف بزاف بزاف، وانها دخلت في مرحله اكتئاب حاد. وهذا الشيء اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما تبغي حتى شي واحد، لان هذه السيده كما كنتوا كتشوفوا انها تبارك الله ما شاء الله كانت يعني من بلاصه لبلاصه، ها هي هي في هذه المدينه، هي في هذه المدينه، هي في هذه المناسبه، هي في هذه المناسبه، زائد الحياه ديالها الخاصه اللي كانت اكشن كما كنقولوا. واليوم بين ربعة ديال الحيوط وبين الناس اللي هي اصلا ما كتعرفهمش، كاينين الناس اللي هما كيستفزوها بزاف كما توصلنا، وكاينين اللي لدرجة انهم كيسبوها وكذلك كيطيحوا منها معنويا، يعني متأثرة معنويا كتر من جسديا، لان كاينين اللي وصلوا بهم لدرجة ديال الضرب ليها. وهذا الشيء بطبيعة الحال ما يبغيه لله لا عبدو، ولكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ضروري ما غدوز هاد الظروف، لان هذيك البلاصه كما كلشي كيعرف ان هذيك البلاصه بالخصوص السجن راه قبيح لاي واحد كما كان، لا مشهور لا غير مشهور، وخصوصا هي سيده مشهوره، كاين اللي كيبغيها وكاين اللي ما كيبغيهاش، وهذا الشيء اللي بطبيعه الحال غيأثر عليها نفسيا وجسديا ومعنويا. وبطبيعه الحال ان كتعالج تما بشي ادويه، كيعطيوها بعض الادويه، ولكن طبيعة الحال ما كافينش لانها خاصها اختصاصي خاص بها. وهذا الشيء اللي كنتمنوا ان منين تخرج انها غتمشي بطبيعة الحال يعني اختصاصي اللي غيقدر انه يعالجها نفسيا وجسديا ومعنويا بالخصوص، لانها متاثره بزاف كما عرفتوا كما وصلتنا المعلومات انها مريضه بزاف بزاف. دعواتكم معها مع عائلتها، لان بطبيعه الحال حتى العائله ما كيسمعوا هاد الاخبار الا كيكونوا محطمين ومأتين نفسيا حتى هما. المهم اختي، هادو هما المستجدات اللي عندنا على الدنيا، كنتمنوا لها الشفاء العاجل، وكنتمنوا الدنيا انها نشوفوها حره طليقه باذن الله، ونشوفوها كما تعودناها بطبيعه الحال. ما تنسوش انكم تابوناو معنا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش لايك الى عجبكم المحتوى، وبطبيعه الحال بارطاج باش ان دعواتكم الدنيا وبالخصوص اللي كيبغيها انها تشافى باذن الله. السلام عليكم.